بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده كان في قرعه نهائيات كاس العالم قطر 2022. كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه شهر رمضان المبارك، وكل سنه وانت طيب. اخيرا وصلنا لقرعه كاس العالم قطر 2022. طبعا كلنا كنا حاطين عيننا على منتخب تونس والمنتخب المغربي هيقع مع مين، وطبعا حبيبتنا وصديقتنا السنغال هتقع مع مين، لان انا بشجع السنغال في كاس العالم. معلش يعني انا من الناس الخونه اللي هتشجع السنغال في كاس العالم. والله تخيل بجد، وفرحت جدا لما السنغال جت مع قطر في المجموعة الأولى بصراحة. يعني فرحت مع السنغال هتلعب هولندا وهتلعب الإكوادور. إن شاء الله بإذن الله المنتخب السنغالي يقدر يمثل القارة دي خير تشريف، ويقدر يعمل نتيجة إيجابية مع منتخب هولندا ومنتخب الإكوادور بعد ما يكسب المنتخب القطري. دورت على مجموعة المنتخب التونسي، لقيت إن المنتخب التونسي معاه بطل العالم فرنسا. المنتخب التونسي معاه المنتخب الفرنسي ومعاه منتخب الدنمارك، وهيستنوا اللي هيفوز من ملحق بيرو واستراليا والامارات. يعني استراليا والامارات هيلعبوا ماتش، اللي هيكسب هيروح يلعب بيرلو على بيرو مش بيرلو هيروح يلعب بيرو على المكان اللي موجود في مجموعه تونس. واتمنى بصراحه يكون المنتخب الاماراتي، مش عارف يعملها ازاي، بس تمنيات خاصه للمنتخب الاماراتي بحيث المنتخب التونسي يعرف ياخد 3 نقط. والله بجد يعني المنتخب التونسي ربنا يكرمه وياخد 3 نقط، لان المنتخب التونسي عنده مشكله قدام المنتخب الفرنسي، لان المنتخب الفرنسي طبعا ما تقوليش ان المنتخب التونسي يعرف ياخد منه 3 نقاط. ومنتخب الدنمارك، منتخب الدنمارك بيلعب كره جميله، بيقدم كره اوروبيه سريعه جدا. الموضوع بالنسبه للمنتخب التونسي هيكون صعب، بس يا باشا احنا المهم نلعب في كاس عالم، مش مهم سعادتك ان احنا نكسب مين او نخسر، المهم ان احنا موجودين في قطر 2022 مونديال العرب. المنتخب المغربي معاه في المجموعه بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا. كل الحظ اللي كانوا بيقولوا عليه في الكونغو الديمقراطيه وقعك في بلجيكا وكرواتيا. بلجيكا وكرواتيا، كيفن دي بروينا ولوكا مودريتش، ما لاني اعتقد ان لوكا مودريتش اعتزل، بس مش مهم. ان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي يقارع الكبار، ويقارع منتخب بلجيكا، ويقارع المنتخب الكندي. ان شاء الله باذن الله بلجيكا، يعني نقدر نقول كده ان المغرب ممكن يعمل نتيجه سلبيه مع بلجيكا، ويقدر يعمل نتيجه ايجابيه مع كرواتيا والمنتخب الكندي. انا اتوقع انه يعمل نتيجه ايجابيه مع كندا، بس بلاش توقعات المصير، اللي احنا نقعد نبص على المونديال الاخير بتاعنا، نقعد نبص احنا هنتعادل مع الاورجواي، وفي الاخر هنكسب السعوديه، وفي النص كده هنرخم على روسيا، والحمد لله رب العالمين احنا اتغلبنا 3 ماتشات. فمش مهم التوقعات خالص، المهم سعادتك انك تبص على المجموعه اللي فيها ابو تياجو. المجموعة الثالثة الأرجنتين، المكسيك، بولندا، السعودية، ومواجهة فهد المولد وميسي هترجع تاني. فاكر الصورة بتاع فهد المولد وهو بيعمل كده وراح مسلم على ميسي، وراح مغلبين 3-1 ساعتها. بس الأمانة المنتخب السعودي إن شاء الله بإذن الله يقدم نسخة محترمة عن النسخة الكتير السابقة للمنتخب السعودي في كأس العالم، لأن المنتخب السعودية عنده سوابق مش لطيفة في كأس العالم. مش هقدر أقول لك المنتخب السعودي هيقدر يعمل نتيجة إيجابية مع المكسيك او بولندا، بس ممكن اقول لك ان هو هيتغلب من الارجنتين. المنتخب السعودي علاقهم في عمره بصراحه، لان الكره الاسيويه بالنسبه لها المواجهه صعبه جدا مع امريكا الجنوبيه، مع امريكا اللاتينيه، وكمان مع اوروبا المتمثله ببولندا. وبولندا منتخب وصل كاس عالم بالملحق، بس منتخب بيقدم كره ومنتخب محترم. ان شاء الله باذن الله كل التمنيات للعرب ان هم يعملوا نتائج ايجابيه ان شاء الله في تصفيات كاس العالم قطر، في كاس العالم نفسه. احنا خلاص عدينا التصفيات، كل سنه وانت طيب بقى بروبو مناسبه رمضان. معلش يعني اعمل لايك لاخوك للفيديو يعني، واعتبر ان احنا بتمسى اخوك وبتقول له كل سنه وانت طيب. وان شاء الله باذن الله المنتخب التونسي يقدر ان هو يعمل حاجه، هو المنتخب المغربي وكمان ممثل القاره السمراء. وراح فين؟ مع البرازيل وسويسرا وصربيا، الكاميرون في المجموعه السابعه. يعني البرازيل وسويسرا وصربيا، والله الكاميرون ممكن يغلب من البرازيل، ولا يتغلب من سويسرا، ولا يتغلب من صربيا. عادي يا معلم، صعود مبصوص فيه من القاره كلها، يعني مستني منهم يعملوا ايه. بس ان شاء الله المنتخب السنغالي يقدر يعمل حاجه في المجموعه الاولى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فبراحتك.